بس دعس ابو سليم ومعكاش رخصه لازم نحبس عليها. سامحوني بتوب. ما فيش مسامحه. سؤال وجيه برضو يا اختي، الفرق بالفتحه والكسره. شكلك معصب بس عادي، يجوز في رمضان. وشو اللي بيجوز في رمضان؟ انحطاط اخلاقي. الغرب اخلاق اسلاميه بدين مختلف. ايه اتفاجئ يا اختي، قولي ايه. ايه ايه قول ايه ولا ايه. اتفاجئ متفاجئ انت هسه؟ ايه ما لهم الاولاد، بدي اياهم يكبروا بعاداتنا وتقاليدنا ولهجتنا. وقعنا مع شركات التامين بكره وبعده. شو ظل لما فكرنا الانسانيه؟ كل شو ظل. طاب الموت يا ابو سليم، طاب الموت. لا 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 يا اخوي، انا اطلع لك طلعهم.